سلام لفيت معميز، في الحقيقة هذا الفيديو ما كانش في الحسبان، لكن تعليقاتكم غير ما أثرت فيها. اللي تقول لي صاي طاح لي المورال، اللي تقول لي نقول لك لازم تفهمي الميزان. كي تطلعي فوق الميزان واش معناتها؟ واش يبين لك الميزان؟ يبين لك كتلة جسمك، يعني كل ما يحتويه جسمك. من جسم تاعنا مكون، أكثر مكون فيه هو الماء، فهو سهل يشد الماء وسهل يخسر الماء، وهذا ما تفعله الرجيمات القاسية. تتخلص من الماء، تنحي النشويات والملح والصوديوم، وتدير شوية ألياف، تلقاي روحك نقصتي 5 كيلو في السمانة. يتسمى خسارة وزن، هذه وهمية ماهيش حقيقية، بس غير تحبسي هذا الرجيم ترجعي كامل الوزن اللي خسرتيه. سي بوغ سا نصحكم دايما تغيروا العادات الغير صحية بعادات صحية، وتحسبوا حرايراتكم. كي تحسبوا حرارتكم تتأكدوا باللي ما كومش تاكلوا اكثر من حاجتكم ولا اقل من حاجتكم، وكل اسبوع تزيدي تنقصي 100 ولا 200 حريره باش تبقاي دائما في خساره وزن، باه وزنك ما يثبتش. اذا قلنا كتله الجسم تضم وزن الماء في الجسم، وزن العظام، وزن العضلات، وزن الدهون في العضلات وتحت الجلد. فكلما زادت كتله العضلات زاد نسبه حرق الدهون، والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز العصبي والجهاز القلبي، هذو كامل أنظمة الجسم اللي تتحكم في زيادة ونقصان معدل الأيض الأساسي. كي توقفي على الميزان، الوزن اللي تشوفيه هذا وزن كل شيء تحدثت عليه قبل قليل. ونسبة الدهون كل ما زادت يبان الجسم سمين أكثر، وكل ما قلت تبان العضلات ويبان الجسم منحوت، لان الدهون هي اللي تغطي العضلات. مثلا وحده تحب يكون عندها سيكس باك، ما با اكزومبل كاين بزاف اللي دايره هدف تاعها يكون عندها لو سيكس باك، ولا عضلات البطن تاعها تبان. نقول لها بلي كامل عندنا عضلات البطن، ربي خلقنا بعضلات البطن، لكن الدهون هي اللي ما تخليهاش تبان باسكو تغلفها. وكي قلت لك كامل هذه المعلومات، نسقسيك حاجه، راكي باغيه تنقصي وزنك ولا تنقصي نسبة الدهون في جسمك؟ الوزن هو كل شيء في جسمنا، والدهون هي الدهون فقط. هاكي باغ اكزومبل درتي ريجيم قاسي وخسرتي غير الماء برك، الميزان يبان بلي نقص نقص، لكن انتي ما استفدتي والو. او كونترير لازم تنقصي الدهون باش تغيري شكل جسمك، وخسارة الماء ما تبينش شكل الجسم الجميل. الدهون شكلها عشوائي ما عندهاش فورم، بصح العضل ثقيلة ولكن شكلها منظم وجميل. إذا نحنا لازم نخسر دهون مشي عضل. شوفي أكثر للشكل المثالي، قادر تخسري وزن لكن شكل جسمك لا يتغير للأسف. كيفاش تعرفي باللي ديتي نتيجة؟ بقياس محيط الخصر بالشريط تاع الخياطة مثلا، ولا ملابسك كي تلبسيها تحسي تغيير. ركزي على خسارة الدهون، ما تطيحيش في خطأ تنقصي كلش غير باش يتغير وزنك. انا في الحق بحساب الحريرات والماكروس كل يوم نشوف تغيير في الميزان، لكن نرجع ونقول كل جسم مختلف من شخص لاخر فيما يخص التجاوب مع نمط العيش الجديد. الا ما نقصتيش، اللي ما نقصتش نقولها صبري اسبوع اسبوعين حتى جسمك يبدا يتكيف مع الوضع الجديد. كاين اللي توزن روحها الصباح وتزيد توزن في الليل، نقول لك وزني روحك مره في الاسبوع، والا ما قدرتيش تصبري نهار بنهار والصباح بعد الرجوع من الحمام وبدون ملابس باش تدي الرقم الصحيح. وفي الاخير نقول لك عمليه خساره الوزن سهله لا باسكو الماء، لكن خساره الدهون لازم لها صبر. اي خساره سريعه عارفي باللي موراها مضره، دونك خذي راحتك حتى تتاكدي باللي راكي في الطريق الصحيح. واذا نقصتي نص كيلو ولا كيلو في الاسبوع ما تتقلقيش، وعارفي باللي راكي في الطريق الصحيح. وما تنساوش فان خساره الوزن السريع ما يعطيش الوقت للجلد باش يرجع، وراح تولي عندك مشكل ترهل. وانت كي توقفي قدام المرايه تفيقي تشوفي في الميزان رقم يعجبك، لكن في المرآة الشكل للأسف مش يشبه. وكي تشرو ميزان ننصحكم بالميزان اللي يحدد نسبة السوائل والعضل والعظام والدهون، هو شوية غالي للميزان العادي لكن أحسن منه. وكي توزني روحك تفيقي من خسرتي الوزن، من الماء ولا من العضل ولا من الدهون، لكن يبقى هذا بالتقريب، مكاش حساب قطعي.
كما يقولوا كل حساب كذاب. انا افضل طريقه بالنسبه لي ليا الملابس وشكل الجسم في المراه، يعني ما كاش حاجه مضمونه 100%، حتى سعرات الحراريه بشكل تقريبي. حاجه برك بغيت نقولها لكم، طريقه العمل اللي قلت لكم عليها تاع الميزان هو ذبذبات الكهربائيه اللي تفوت في الجسم وتديها من اسفل الرجلين، باسكو ما كاش دهون بزاف وكاين ماء، فتفوت الذبذبات الكهربائيه عبر الجسم بواسطه الماء ومشي الدهون، باسكو الدهون يعزلوها ما يخلوش هذوك الذبذبات يفوتوا. هذا كان توضيح باش ما تتقلقوش، وهذا الفيديو اصلا ما كانش في الحسبان، لكن فريمون باش نوضح لكم وباش نفهمكم الوزن واش هو، وباش تفهموا الميزان باش تعرفوا تتعاملوا معاه. ونقولكم الى اللقاء الى فيديو اخر، وخلوا لي تعليقاتكم، والسلام عليكم.